ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا شنو وقع في مدينة دبي. تشهد دبي فوضى عارمة الأربعاء مع استمرار انقطاع طرق رئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار غداة عاصفة ترافقت مع أمطار بمستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدت إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة. وطلبت الشركة المشغلة لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه إلى أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث عدد الركاب الدوليين إلا في حالات ضرورة القصوى. هذا ولا تزال طرقات كثيرة مغلقة بسبب تجمع مياه الأمطار. وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تعود أدراجها على طريق سريع يربط إمارة الشارقة بأبو ظبي مرورا بدبي. وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، أي قبل تأسيس الاتحاد العام 1971. وأشارت إلى أنه تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين في أبو ظبي حيث بلغت 254 مليمترا في أقل من 24 ساعة. صباح ما بعد العصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يأجر الناس كلها في مصابة، لا حول ولا قوة إلا بالله.